إعلانات الأكل كتير أوفر الصراحة، شكل الناس راح تبكي من الفرحة وهي تاكل، صعب يتصدق. بس هالشلة اللي عم تحتفل بعيد ميلاد صديقهم فرحتها ما لها حدود. بس هاي الفرحة إلها سر، وأكيد الأكل المكسيكي. السر بال 25% كاش باك اللي بحصلوها مع كل وجبة على شير. 25% استرداد نقدي مع شير، هذا أكل يفرح القلب. لا بعدن قاعدين؟ يلا يا شباب